عمليات نوعية مستمرة. يعني احنا في صلاح الدين، في ديالة، في كركوك، يكاد لا يمر يوم إلا أن تكون هناك عمليات نوعية، سواء بضربات جوية للقوة الجوية العراقية أو طيران جيش، أو في بعض الأحيان طائرات التحالف الدولي، وتحقق ضربات ناجحة واستطاعنا من خلال قتل العديد من هذه العصابات. من خلال طيران التحالف نكشف أهداف واية وتم معالجتها وتقوم قطعاتنا بالصولة على هذه الأهداف وتقضي على ما موجود من الإرهابيين أو جلب جثثهم وتدمير مضافاتهم وأنفاقهم. التحديات اللي حاليا هي يعني تواجهنا حقيقة هي الخلايا البسيطة والمناطق النائية لداعش الإرهابي، وإحنا على استعداد على معالجتها ومكافحتها بالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وطيران التحالف. علينا أن نكثف ونركز على الجهد الاستخباراتي. المعركة هي معركة استخبارات. بقايا هذا التنظيم الإرهابي ليس باستطاعته أن تسيطر على بقعة معينة من الأرض. نعم، حقيقة هو الرجل الأمن الأول هو المواطن، فإحنا حقيقة في هذه المناطق اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع شيوخ العشائر والمواطنين كان إلى دور البناء في إيصال المعلومة إلى قطاعاتنا، ومن خلال ذلك نقوم بواجبات لغرض ملاحقة العناصر الإرهابية إن وجدت.